وفي السماء نسور إذا ما حلقت بثت طمأنينة وأمنا أن لهذه الديار خط دفاع جوي يحميها. منذ أن بدأت مصر تبني قوتها العسكرية كان لسلاح الجو مكانة خاصة في وجدان المصريين. الشعب والجيش يفخر بأسطول يصنف من بين الأكبر والأكثر فاعلية وتنوعا في العالم. مقاتلة رافال الفرنسية رفعت كفاءة سلاح الجو المصري منذ أن بدأ توريدها عام 2015. لم يكن اختيارها وعقد الصفقات لاقتنائها عبثا. عاصفة الرمال أو انفجار النار هي المعاني التي يحملها اسم رافال. هذه الطائرة تعد من بين الأقوى في الجيل الرابع من المقاتلات، تكاد تكون شاملة، فهي تحقق بشكل كبير معادلة التفوق الجوي في المعركة والاعتراض والاستطلاع والدعم الأرضي والضربات العميقة والضربات المضادة للسفن ومهام الردع النووي. تم تصميم الطائرة بهندسة عبقرية وأجنحة على شكل دلتا تضمن مناورة فائقة ومستقرة في أقصى ظروف الاشتباك، وتصل سرعتها إلى 1.8 ماخ أي حوالي 2000 كيلومتر في الساعة، وتحلق حتى ارتفاع 15,000 متر، وتقطع مسافة تصل إلى 3,700 كيلومتر. يمكن تزويدها ب24 طنا من الأسلحة، وتحمل 4 صواريخ جو جو إضافة إلى صاروخ كروس. وتتميز رافال برادار هو الأكثر تطورا على الإطلاق، يمكن له أن يرصد 40 هدفا ويشتبك مع 8 أهداف في وقت واحد. كما يمكن للرادار التشويش على جميع الدفاعات الجوية والرادارات الأرضية، ويمكن للطيار أن يستخدم رادار طائرة صديقة إذا كان تحت نظام التخفي وتعطيل راداره حتى لا يعرف بوجوده العدو. ولا يتفوق على نظام الحرب الإلكترونية في الطائرة إلا ذلك الذي في مقاتلة F-35 الأمريكية، ولكن بفروقات بسيطة جدا. فهذا النظام يمكن له تزويد الطيار بمواصفات الطائرات التي في الجو ووجهتها وسرعتها وتسليحها واختراق معظم المعلومات التي فيها، حتى أنه يميز بين الطائرة العدو والصديق. وفي ميزة فريدة تملك مقاتلة رافال صاروخا يمكن أن يستهدف الطائرة التي تلاحقها من الخلف، كما أنها مزودة بنظام البحث الحراري الذي يكون تعويضا عن الرادار في حالة التخفي. رافال ثنائية المحرك والأكثر أمانا في العالم، لا تكاد تنتهي مزاياها القتالية، وإلا ما كانت لتنفق فرنسا على هذا المشروع مبلغا يزيد عن 65 مليار دولار. الآن مصر ترفع من رصيدها الجوي بمزيد من مقاتلات رافال لتضمن تفوقا جويا عسكريا يحلق بقلوب المصريين إلى عنان السماء، ويجبر المتربصين شرا على أن يعيدوا حساباتهم 1000 مرة ومرة.